Alors, l'Ikhwan, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban, bikoum, fad l'haïssa, inch'Allah rahman rahim, le gadin n'haoulou, n'dirou fia wahad l'mouraja'a b'sayta. Donc, l'Ikhwan, gadin n'haoulou, n'raja'a ma'akoum chi chouya diel, f'd'dars diel les mélanges. Le type des mélanges, etc. دونك غادي نحاولوا نسينوا شويه باللي دخلوا الاخوان اللي دخل معنا الشباب يحاول يبارطاجي اللايف الله يسر عليكم هذا امرا من هذا فضلا منكم وليس امرا دونك حاولوا بارطاجيو الاخوان معنا اللايف الله يسر عليكم نحاولوا نبارطاجيو اللايف حاولوا بارطاجيو في لي جروب فيسبوك في الواتساب بارطاجيو اللايف واللي دخل معنا ما ينسى ليناش لايك الله يسر عليكم اللي دخل معنا يدير لنا واحد البصيمه طالعين معنا 19 واحد دونك حاولوا ما ينساوليناش لي لايك من فضلكم واللي دخل يحاول ما يخرجش الله يسر عليكم حاولوا بارطاجيو اللايف ورجعوا معنا دونك في هذه الحصه هذه غادي نحاولوا نشوفوا الدرس ديال لي ميلونج دونك حاولوا الاخوان بارطاجيو باش يدخل معنا كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم دونك غنشوفوا الدرس ديال لي ميلونج وكذلك الله يسر عليكم غادي نحاولوا نشوفوا حتى لا ديسوليسيون نشوفوا ديال الخلائط وديال الذوبان لي ميلونج ولا ديسوليسيون دونك الشباب غادي يكون عندنا لايف ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا وعاود غادي نحاول ما امكن انه حتى غدا في نفس التوقيت غادي يكون عندنا لايف يعني هذا النهار وغدا دونك مره اخرى كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم وغادي نحاولوا نستمروا في هاد لي لايف ديالنا اللي وعدتكم بهم من قبل دونك غادي نحاولوا نستمروا فيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم دونك الله يسر عليكم نحاول ما امكن هاد اللايف هادو هاد اللايف وهاد الدروس هادو اللي غادي نشرحو نحاولوا نستثمروهم مزيان ونحاولوا نستافدو مزيان داكور الور في لي ميلونج اول حاجه اللي كاينه في لي ميلونج كاين لا ديفينيسيون صافي لا ديفينيسيون دان ميلونج دونك ان ميلونج سي تان سوليسيون كي كونستيتي دو دو ou plusieurs éléments. Les filles jugent à observer l'anasir. Ça fait la solution, yani, mais quand on parle le mélange, qui confie imma deux constituants différents, qui confie juge l'anasir m'khtalfin, deux constituants différents, m'khtalfin, m'khtalfin rkzaliha, ou l'acteur, ou plusieurs, il m'a qui connu fait juge, ou bzèf. C'est la définition de le mélange. Il y a un tarif de le khalid qui connu fait un sourayini, mouhtalifayini, ou acteur, ou acteur. Ça fait chabab. Hawlullah yassir alaykoum, partagez les lives avec les ikhwan de l'koum, ou l'aide d'khal m'ana min salinash b'sayma, ou l'aide d'khal, il hawli kimmel m'ana l'live. Ou l'a fattu chi haja, irja aliha inshallah rahman rahim. داكور باش ان كاينين الاخوه اللي دايرين غير كونيكسيون باش ما نشدوهمش عاود بزاف وعاد اون بليس عاود غدا غادي يكون عندنا حصه ديال لي زيكزارسيس يعني دابا غنحاول ما امكن انه نشرح غير الدرس ديال لي ميلونج ودي سوليسيون بجوجهم باش غادي نشوف حتى السيباراسيون من بعد وراه هادو دروس اللي شويه فيهم مشاكل دونك من بعد لا ديفينيسيون ديال لو ميلونج كنتكلموا على لي تيب لي تيب دي ميلونج لي تيب دي ميلونج يعني الانواع ديال الخلائط انواع الخلائط الور في الانواع ديال الخلائط ولا لي تيب دي ميلونج اي ليكزيست دو تيب دي ميلونج كاين ميلونج هوموجين انا غنعطي اكزومبل ونشوفو
شنو كنعنيو بهذا ميلونج هوموجين؟ بالعربيه هو خليط متجانس. متجانس يعني لي كومبوزون ديالو، يعني العناصر ديالو كيمكن يتخلطوا مع بعضياتهم. غنعطيك ان اكزومبل، مثلا ملي كناخذوا لو، لو بلس لالكول، لالكول هاد لالكول مي كنديروه فلو نو بو با ديستينغي، ما كيمكن ليناش نميزو لي كومبوزونت باغ لوي نو، ما كيمكن ليناش. مي كنديرو لالكول مع لو كيعطينا ان ميلونج اللي ما يمكن ليناش نعرفو ها لو فين كاين وها لالكول فين هو. اذا نو بو با ديستينغي، لا يمكن، لا يمكن تمييزو، تمييزو عناصره بالعين. ما يمكن ليناش نميزو العناصر ديالو بالعين المجرده، تفهمنا؟ يعني هذا سي تام ميلونج اللي ما يمكنش تميز ما بين العناصر ديالو. ولكن كاين ان نوتر تيب دو ميلونج، سي ميلونج، ميلونج ايتيروجين، ايتيروجين ميلونج ايتيروجين. كيكون الشباب ميلونج بحال هكا، بحال هكا، كيكون عندي لو بار اكزومبل ونزيدو عليه لويل، لويل هو الزيت، لويل وهنا لو. دونك واخا كنخلطو، واخا كنخلطو نديرو لاجيتاسيون، من بعد كنشوفو بان لو راه كاين لتحت والزيت كاين الفوق، كيمكن لينا نميزو هاد العناصر. اون بو لو ديستانغي باغ لو نو نو لي كونستيتيون، سيتادير يمكن تمييز عناصره بالعين المجرده، المجرده صافي. دونك هذا هو لا ديفيرونس اونتر، غنعاود la différence entre le mélange homogène et hétérogène. هذا كيتسمى خليط متجانس، هيتروجين كيتسمى خليط غير متجانس. غير متجانس يعني المكونات ديالو ما كيمكنش يتجانسوا ويتخلطوا مع بعضياتهم. هذا ما كيمكنش المكونات ديالو يتخلطوا مع بعضياتهم الشباب، صافي. الوغ وليداتي هنا غادي نوصل لواحد لا ديفينيسيون ديال الميلونج هوموجين والميلونج هيتروجين. نقدر نهضر هنا على لا ديفينيسيون. الوغ في التعريف ديال الخليط المتجانس او الخليط الغير متجانس، ان الخليط المتجانس لا يمكن تمييز عناصره بالعين المجرده، وهما ذيك العناصر تمتزج فيما بينها، يعني تمتزج، تنقولوا الي ميسيبل، ميسيبل هي قابله للامتزاج، داكور. الوغ لي تيب لي غادي يكونوا هادو هاد لي ميلونج، سوا كيكونوا لي ميلونج لي كونستيتي باغ دو ليكيد، كيكونوا مرتبطين بجوج ديال لي ليكيد، بحال هذا دابا لويل اي لو، ولا ولا لويل اي لالكول. الله يسر عليكم باش لان دابا راه شي وحدين كيصيفطوا ليا في الواتساب، حاولوا راه ما يمكن لياش ندخل دابا شي واحد في الجروب ولا شي حاجه، نحاولوا نكملوا صافي، لان ما يمكن لياش نقطع اللايف ونرجع ندخل. حاولوا بارطاجيو مع الاخوان ديالكم، اما اللي بدلوا النمره او اللي ما كاينينش في الجروب، وراه كاينين شي وحدين اللي في الجروب ديال الواتساب اللي خرجتهم بكل صراحه. علاش؟ لانهم ما مربينش، تفهمنا؟ دونك دو ليكيد وليداتي، دو ليكيد يمكن ان الميلونج يكون مكون من جوج ديال لي ليكيد، تفهمنا؟ يمكن هاد الميلونج مكون من دو سوليد او بليزيور، ولا بليزيور، اما جوج ولا بزاف، حتى هنا او بليزيور صافي، ولا يكون من دي غاز، مكون من لي غاز بحال لاغ. لاغ سي تام ميلونج هوموجين كي كونستيتيو دي بليزيور غاز، ولكن كاينين دي ميلونج اللي يمكن يكونوا مكونين من ليكيد بلس سوليد، ولا ليكيد، ليكيد بلس غاز، بحال مثلا ديوكسيد دو كربون يمكن لينا نلقاوه في الليكيد فلو، ولا ديوكسيجين، ديوكسيجين يمكن لينا نلقاوه فلو. دونك هادو سوسون دي ديفينيسيون، هادي يعني شيما خدينا فيها بصفه عامه شنو هو الميلونج. غندير واحد لا ريفيزيون بالزربه ونحاولوا عاود ندوزو صافي. دونك هانتوما ان ميلونج، لا ديفينيسيون دان ميلونج، اي كونستيتي ان ميلونج اي كونستيتي دو دو او بليزيور، كيتكون من جوج
ولا بزاف ديال العناصر ديال لي كومبوزونت داكور. لي تيب دي ميلونج il existe deux types, soit mélange homogène ou bien mélange hétérogène. Un mélange homogène, c'est un mélange que ne peut pas distinguer leur constitué par l'œil nu. يعني اللي ما يمكنليناش نميزو العناصر ديالو بالعين المجرده. Par exemple, un mélange hétérogène, c'est un mélange qu'on peut le distinguer leur constituant par l'œil nu. يعني يمكنلينا نميزو لي كومبوزون ديالو بالعين المجرده. سي سا سي سا لو ميلونج. دونك لا ديسوليسيون، الله يسر عليكم، لا ديسوليسيون، لا ديسوليسيون هو الذوبان. صافي. الذوبان شنو كيحتاج باش يوقع لنا ذوبان؟ خصنا سوليتي هو مذاب، وخصنا سولفون هو المذيب. ما يمكنش يوقع لنا ذوبان الا ما كاينش هاد جوج ديال الحوايج، الا ما كاينش المذاب والمذيب. خص المذاب والمذيب الشباب. المذاب هو شي حاجه اللي كتذوب في واحد ليكيد، المذيب هو اللي كيذوب. سيتادير سي اون برون باغ اكزومبل لو، ها هو هاد الريسيبيون فيه لو، اي اون مي 2 غرام دو سكر. لو غنزيدو فيه 2 غرام دو سكر. الله يسر عليكم، هذا فضلا منكم وليس امرا. اللي عاد دخلوا معنا ما ينساو ليناش، الله يسر عليكم البصيمه، ديروا لنا لي لايك، الله يسر عليكم، هذا تشجيعا منكم لنا على اعطاء المزيد والاستمرار، الله يسهل عليكم. دونك غنعاود، ملي كنزيدوا هاد 2 غرام شنو كنديروا؟ ابخي لاجيتاسيون، اجيتاسيون، كيسو سا فودير اجيتاسيون؟ هي التحريك، كنديروا التحريك. ملي كنديروا داك 2 غرام دو سكر ونحركوا، اش كيوقع هاد 2 غرام دو سكر؟ إل صوليبل، صوليبل دون لو، يعني كدوب في الماء. داك 2 غرام كدوب في الماء، كدوب داك سكر، سكر هو اللي كنسميوه صوليتي، هو المذاب، هو اللي ذوبناه. و لو هو المسؤول على ذوبان الملح، اذا هو اللي كيتسمى سولفون. سولفون هو اللي كيذوب، والصوليتي هو اللي كيذوب. نعطيك ان اكزومبل، هنا لو سكر الي صوليبل دون لو، الي صوليبل دون لو. سي اون برون باغ اكزومبل واحد لا كونتيتي دو لو، هنا لو، وغنزيدو عليها لو بودغ دو فيغ، زدنا عليها الحديد. الا زدنا الشباب هنا الحديد، غادي نلقاو داك لو بودغ ديال الحديد هنا، وخا نعياو نحركو، ميمكنش الحديد يدوب في الماء، ميمكنش الحديد يدوب في الماء. وبالتالي هنا شنو غادي نقولوا؟ الله يسر عليكم، اشنو علاش غنوصلوا؟ غنوصلوا لواحد النقطة مهمة جدا، هو أنه غنقولوا لو فيغ، لو فيغ انسوليبل ولا نون سوليبل دون لو، ما كيمكنش يذوب في الماء. إذا هنا ما وقعليش ذوبان، ما وقعليش لا ديسوليسيون، ما كاينش لا ديسوليسيون. سيتادير إل إكزيست دي كور، كاينين واحد الأجسام كي صوليبل دون لو، القابلة للذوبان في الماء، وهناك بعض الأجسام غير قابلة للذوبان في الماء، نون صوليبل دون لو ولا ان صوليبل دون لو. دونك إلا خدينا دابا رجعنا ليكسبيريونس ديالنا الأولى، هاد ليكسبيريونس، هنا درنا 2 غرام ديال السكر دابت كلها. سي اون برون باغ إكزومبل، سي اون برون، هذا كيتسمى راكم باقيين عاقلين عليه في الدرس دو فوليم، سي لي بروفيت غادي. إي اون برون باغ إكزومبل 100 مليلتر دو لو، 100 مليلتر دو لو، ونزيدو عليها، نزيدو عليها 300 غرام دو سكر، زدنا 300 غرام دو سكر. من طبيعة الحال 300 غرام ملي غنزيدوها ونحركو ابخي لاجيتاسيون، ابخي لاجيتاسيون، ابخي بعد التحريك، ابخي لاجيتاسيون، علاش غنحصل؟ غنحصل على واحد الشكل داير بحال هكا لي بروفيت، وغنحصل على لو سكري، لو ماء حلو سكري، وهنا غادي يبقى ليا لو سكر، ها هو سكر.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire داك الماء ما قدرش يدوب لينا داك الكمية ديال لو سكر كلها. C'est-à-dire هنا لو لو وصل اليتا اليتا كنسميوها ساتوري ساتوري وصل لي ساتوري وصل لحالة الإشباع كتسمى. مي كيوصل الشباب هاد لو لي ساتوري سيتادير فقد القدرة على لا سوليبيليتي ما بقاش عنده قدرة باش يدوب. بحال ملي كنكونوا مثلا حنا بغينا ناكلو كلينا واحد الكمية شبعنا ولكن بقات واحد الكمية وما قدرناش نزيدو علاش لأن وصلنا لي ساتوري. إذا هنا كنقول بأن الماء راه شبع سكر ما بقاش قادر يدوب فقد القدرة ديال الذوبانية ديالو ما بقاش يقدر يدوب. سيتادير حتى الماء ولا الليكيد كيلكونك عنده واحد لا سوليبيليتي عنده واحد القدرة على الذوبانية. ملي كان نعطيوه أكثر من داكشي اللي يقدر يدوب ما كيقدرش يدوب لينا وكيعطينا هنا الله يسر عليكم هنا كنحصلوا على ميلونج. إلا لاحظتوا كنحصلوا على ميلونج إيتيروجين إيتيروجين يعني ميلونج خليط خليط غير متجانس غير متجانس. احنا حصلنا على خليط غنحصلوا على خليط غير متجانس. علاش غنحصلوا على خليط غير متجانس؟ حيت كميه الملح ما دابتش كلها داب واحد الجزء منها وداك الجزء الاخر هو كنقدروا نميزوه بالعين المجرده وكنشوفوه كتشوفوا بعويناتك بان واحد الكونتيتي بقات لينا لتحت ما قدرش يذوبها من طبيعه الحال هذا الماء. بينما قبيلات من درنا لا كونتيتي كبيره ديال الماء ودرنا فيها غير 2 غرام سكر شنو عطاتني هنا؟ عطاتني ميلونج هوموجين سيتادير خليط متجانس. هي هنا عطاتنا خليط غير متجانس هنا عطاتنا خليط الشباب متجانس. ملي كنقول عطاتني خليط متجانس عطاتني خليط متجانس يعني داك كميه الماء راه دابت دي كمية الملح راه دابت كلها الله يستر عليكم كمية الملح راه دابت كلها عطاتني خليط متجانس. دونك ملي كنتكلموا الله يستر عليكم على غندير واحد لا ريفيزيون ملي كنتكلموا على الذوبان كنحتاجوا المذاب ومذيب نحتاجوا المذاب ومذيب. المذاب هو الذي يذوب في المذيب يعني لا سوليتي اللي سوليبل دون لو سولفون يعني كيذوب في لو سولفون. ملي كيذوب إلا داب كليا راه كيعطينا خليط متجانس أم ميلونج هوموجين. إلا داب جزئيا غير واحد الجزء اللي داب كيعطينا ميلونج إيتيروجين وهي هاد الحالة هادي اللي عندنا هنا. يمكن الأجسام الصلبة يعني لي كور سوليد تذوب في الماء يمكن الأجسام الغازية تذوب في الماء يمكن الأجسام السائلة تذوب في الماء حتى هي يعني بحال دابا الكول إي لو مي قلنا l'alcool et l'eau, ils forment un mélange homogène, c'est-à-dire les deux liquides sont miscibles. قابلين للامتزاج يمتزجين فيما بينهما. تفهمنا؟ يعني لخدينا liquide مع liquide, عطانا un mélange homogène, c'est-à-dire les deux liquides sont miscibles. Et لخدينا solide مع liquide, عطانا mélange homogène, c'est-à-dire داك solide راه داب في liquide. ولا عطانا ميلونج هيتيروجين سيتادير داك السوليد خصنا نشوفو واش داب ولا جزء منه داب وجزء بقى. علاش جزء داب وجزء بقى؟ لان داك الليكيد كيمكن يوصل ليطا ساتوري ليطا ساتوري كيمكن يوصل ليها الاخوان ليكيد داكور. الور هادو هما جوج دروس اللي غادي نحاولوا نركزوا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم في التمارين ديالنا غدا. ولكن راه هنا كما اننا شفنا كنديروا في الدرس كيفاش كنوصلوا الميلونج اي باش نوضعكم في الصوره الدرس اللي جاي كما كنوصل الميلونج اللي بلي دو تيب ديالو هوموجين يعني متجانس هذا هو الخليط ولا ايتيروجين هو غير متجانس اما خليط متجانس او خليط غير متجانس. تنظن واضح هاد الخلائط اللي كنوصلوا ليهم كيمكن لينا نوصلوا ليهم بلا ديسوليسيون. مي كنقول بلا ديسوليسيون بالذوبان الا وصلنا ليهم بالذوبان هادو مي كندوبوا اي حاجه راه كتعطينا الا دابت كلها تعطينا ميلونج
لدابس كلها وهذا الميلونج كيكون هوموجين. صافي الدرس اللي جاي ها باش غادي يهتم غيهتم بهذا لي ميلونج كومون فا كومون فا سيباري كيف يتم فصل الخلائط. هذا هو الدرس اللي جاي الاخوان. مي كنتكلم على الفصل ديال الخلائط هي لا سيباراسيون. سيباراسيون لا حول ولا قوه الا بالله. سيباراسيون دي كونستيتيون دي كونستيتيون دان ميلونج دان ميلونج. يعني كيفاش كان سيباري وكان فرقوا كان فرقوا هذوك المكونات ديال الخلائط. تفهمنا؟ الو الشباب الله يسر عليكم هادشي اللي غادي غدا ما غاديش نقدر نزيد نكمل لان مسخسخ النهار شي شويه، ولكن كنوعدكم الله يسر عليكم غدا في نفس التوقيت مع التسعود غادي نديروا لايف مطول اللي غيكون فيه سلسله ديال التمارين، غيكون فيه تمارين ان شاء الله الرحمن الرحيم. غدا غادي يكون عندنا موعد مع حصص فيهم التمارين ديال هاد النقط هادو لي ميلونج لا ديسوليسيون، وغنهضر لكم على سيباراسيون. اللايف ديالنا ممكن اننا نقسموه على جوج، دونك الله يسر عليكم كيف ما غادي نوقف دابا. الناس اللي كيديروا غي كونيكسيون يحاولوا ما يضيعوهاش في الخاوي لان غدا غادي يكون عندنا موعد ان شاء الله. وإلا كاين شي سؤال خلي لي واتساب وانا غادي نجاوبك، اي سؤال غنجاوب عليه في الواتساب ان شاء الله. تفهمنا الاخوان؟ دونك راه ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكون عندنا لايف غدا. دابا راه قريب يطفى لي البورتابل من الشارج، دونك غادي نخلي لكم الراحه ودوما ان شاء الله مع تسعود بحال التوقيت هذا غادي يكون عندنا لايف. ما تنساوش بارطاجيو مع الاخوان ديالكم، ممكن يدخل معنا اي واحد بشرط انه يكون الاحترام، وباش نخلي لكم عاود حتى لي كومونتير تطلعوهم تحاولوا ما امكن تكونوا في المستوى وتعبروا على انكم في المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. داكور دونك الاخوان غادي نخلي لكم الراحه حتى الغدا ان شاء الله مع التسعود، وغيكون عندنا نضرب لكم لقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك حتى لهنا غنقول لكم الله يعاونكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.